وثاني ما يحبوش طايفيه المدرب راه ثاني طايفي سي رضا دام دار معلي كانت يعني كل التربصات حضرت لها يعني في الميدان وكان انضباط خاص وكانت يعني هشرة طيبة وباهية ما بين المدرب وما بين المناجر جنرال وما بين اللاعبين وهذا اللي يعني خلاني بهنا نهني ونطمن المناصرين نتاع وفاق ستيف باللي ان شاء الله فيها خير في هذه السنة هذه هذا الموسم هذا نقول يعني الناس تصبر شوية على بالك فيها لاعبين جدد أكلهم ولكن عندهم الخبرة وعندهم نقولوا احنا لا فولونتي